يأتي هذا في حين يسود مدينة عمران حالة من التوتر والترقب عشية انتهاء الهدنة التي رعتها اللجنة الرئاسية، وسبقها أمس اشتباكات بين الأمن ومسلحي الحوثيين. في الأثناء قالت مصادر محلية إن اللجنة الرئاسية طلبت من أبناء منطقة قهال بمحافظة عمران مهلة 24 ساعة في محاولة منها لإقناع مسلحي الحوثي بالخروج من المنطقة التي كانوا قد توافدوا إليها قبل 3 أيام. يأتي ذلك فيما دعا المنسق الإنساني للأمم المتحدة لدى اليمن أطراف النزاع في محافظة عمران إلى تفادي المزيد من التصعيد للنزاع والسماح بالوصول الكامل وغير المشروط لشركاء العمل الإنساني إلى السكان المتضررين لضمان تقديم المساعدات والحماية الفعالة للمدنيين. وفي نداء وجهه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال المنسق جوهانس فاندر كلاو إن إصدار هذا النداء جاء في ضوء تلقي مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تقارير تفيد بتزايد حدة التوتر في محافظة عمران التي يتواجد فيها عشرات آلاف من النازحين بسبب النزاعات في الأشهر الأخيرة، والذين ما زالوا في حاجة لتلقي مساعدات إنسانية.